استاذه سماح من اسكندريه تتفضل. السلام عليكم. كيف؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اسال حضرتك سؤال من فضلك. انا ست مطلقه وعندي 3 اولاد، بنتين وولد. نعم. وجوزت البنتين وربنا كرمني وسطرتهم والولد معايا. الاب في الحاله دي راجل متيسر ومعاه فلوس، منع يدي ولاده فلوس، منع يقف جنب منهم، ما قاطعهم، ما بيكلمهمش، بعتهم كذا مره اهانهم وبهدلهم، وما فيش ود بينه وبينه، وكل ما نقول صله رحم يريد يبهدل العيال ويكرشهم البيت ويتفرج عليهم الناس. انا عايزه اعرف عيالي عليهم وزر الكده وعقاب عند ربنا. البني ادم ده اللي ايده طايله كل شيء. معلش، ساعه ما كنت بتقولي سن الاولاد، الاولاد ما بيقدروش يشتغلوا ولا بيقدروا ينفقوا على نفسهم. سنهم كام؟ كان الولد عنده 10 سنين والبنات واحده حوالي من 17 سنه وواحده حوالي من 16 سنه او 15 سنه. خلاص هجاوب على حضرتك. انت اولاد حضرتك حتى الان ما زالوا لا يستطيعون ان هم يعملوا ويكتسبوا وينفقوا على انفسهم، وهو اللي بيعملوا دوت. دي ظاهره، يعني ظاهره تصل الى حد الكبيره، وهي ظاهره تطليق الاطفال. يعني تطليق الايه؟ تطليق الاطفال. ايه تطليق الاطفال ده؟ ان الراجل ما بيطلقش مراته، بيطلق مراته كمان والاولاد، فيضيع الاولاد. وحضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعظم الاثم ان يضيع الرجل من يعول. الاولاد اللي حضرتك اللي هم فيهم 2 في سن، انا ما بحبش فكره ان هم في سن خطر، لكن 2 يمكن ان يتعرضوا الى فتن مهوله. الناس هم 3 اللي عنده 10 سنين ولا اللي عندها 16 سنه ولا عندها 17 سنه، دول انت متصور يعني لو ما لقوش فلوس هيعملوا ايه؟ وفي الاخر ده عرضك انت. ففي الحقيقه اللي بيعمل كده بيبقى فتان، بيفتن اولاده، والفتنه والعياذ بالله كبيره. فاتق الله سبحانه وتعالى، فاتق الله سبحانه وتعالى في اولادك. دول أولادك هتحاسب عليهم أول من تحاسب عليهم أولادك. فاتق الله وأنفق عليهم، لأن هذا واجب عليك، هذا حق لهم عليك ما دمت أنت تملك النفقة. الأمر الثاني أن مش بس الأولاد من حقهم، وده بقوله مهم جدا، الأولاد مش من حقهم بس النفقة، الأولاد من حقهم الرعاية. يعني ما ينفعش أن أنت ترمي لهم الفلوس وخلاص، أنت واجب عليك أن أنت ترعاهم كمان حتى وهم مع أمهم. فاتق الله سبحانه وتعالى في أولادك لأنك ستحاسب عليهم. نعم.